السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. هذا السبت 9 نوفمبر سنكون على موعد مع نزال قوي جدا في بطولة UFC. بطل هذا النزال هما الغني عن التعريف زابيت ماغوميد شاريبوف وخصمه الأمريكي كالفين كاتار في بطولة UFC Fight Night موسكو. هذا النزال تم الإعلان عنه سابقا بـ UFC بوسطن، لكن تم تأجيل هذا النزال بسبب أن زابيت ماغوميد شاريبوف كان يتدرب في تايلاند، وأثناء قدومه للولايات المتحدة تعرض في تايلاند لتسمم بسبب الأكل. صراحة الكثير من المقاتلين دائما ما يواجهون هذا المشكل بتايلاند، لا أعلم ما هو السبب. المهم، هذا النزال بين زابيت وكاتار أجل ليوFC موسكو، وهذه فرصة مناسبة جدا وفي صالح ماغوميد شاريبوف، لأنه سيلقى تشجيعا كبيرا جدا هناك في روسيا. الروس يعشقون الفنون القتالية المختلطة، كذلك سيلقى دعما كبيرا من الداغستانيين الذين سيتوجهون بالمئات إلى موسكو. طبيعة الحال المقاتلون من داغستان دائما ما يصعدون بالعلم الروسي، نظرا لأن داغستان تابعة لروسيا. كالفين كاتار مقاتل شرس للغاية، وغالبا ما يفوز بالضربات القاضية. لديه ملاكمة قوية، يدين قويتين جدا، كذلك بارع في رياضة الجوجيتسو، فهو في القتال الأرضي يتفوق على زابيت بشكل كبير، وهو تحدي حقيقي لزابيت من أجل أن يتقدم بشكل كبير للحصول على حزام وزن الريشة ببطولة UFC. طبيعة الحال زابيت لا يتقن فن أو أسلوب قتالي واحد، وإنما يتقن الكثير من الأساليب القتالية. على سبيل المثال هناك رياضة تايكواندو، الكاراتيه، الكونغ فو، السامبو، المصارعة، والعديد من الرياضات. زابيت مقاتل متكامل لأبعد الحدود، والكثير من أهل الاختصاص في فنون الحرب قد قالوا بأن زابيت ربما مستقبلا قد يصبح أسطورة في الرياضات القتالية، نظرا لما يمتلكه من تقنيات قتالية عالية. ولحد الآن هو أمتع مقاتل روسي في القتال، فنزالاته تجعلك تستمتع بشكل كبير نظرا للحركات التي يقوم بها، فهو بارع في أن يخلق الحدث في جل نزالاته. زابيت ماغوميد شاريبوف أو زابيست أي الوحش سيكون على موعد مع لقاء شرس ضد مقاتل شرس من قيمة كالفين كاتار. كالفين كاتار بالغ من العمر 31 سنة، أمريكي الجنسية. زابيت ماغوميد شاريبوف داغستاني روسي الجنسية، كذلك يبلغ من السن 28 سنة فقط، مقاتل لا زال أمامه مستقبل كبير جدا، كذلك لديه 5 نزالات في بطولة UFC فاز فيها جميعها. وللمعلومة فلديه ما تقريبا 18 نزالا في الفنون القتالية المختلطة، لم يخسر سوى مرة واحدة. زابيت فاز في 17 نزال، أما في UFC فلم يخسر لحد الآن، ويسير بخطى ثابتة نحو حزام بطولة UFC لوزن الريشة. بالنسبة للقنوات الناقلة فهناك قناة BT Sports وأيضا قناة RMC Sport رقم 4. هذه القنوات ستنقل النزال حصريا، وكذلك هناك روابط لهذه القنوات بشكل مجاني وروابط أخرى ذات جودة عالية نوفرها على حسابنا على الإنستغرام LCS Fight. للمعلومة ادعموا حسابنا على الإنستغرام، لأنه كنا قد تعرضنا لحقوق النشر بسبب فيديو نشرنا، لذلك نطلب منكم الاشتراك بقوة في هذا الحساب لدعمنا على تقديم المزيد وتوفير الروابط للمشاهدة. توقيت النزال بين زابيت وكاتار سيكون في حوالي 7 مساء بتوقيت المغرب والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. UFC روسيا ستأتي في توقيت مبكر ومناسب جدا لعشاق UFC في الدول العربية، كما شاهدنا ذلك حينما أقامت UFC حدثها في أبوظبي بالإمارات. شاهدنا هذا النزال بكل أريحية ونحن لا نشعر بالنعاس. إذا موعدنا مع المتعة، صراحة متشوق جدا لمشاهدة زابيت ماغوميد شاريبوف من جديد. لا تنسوا متابعة القناة ليصلكم كل جديد بخصوص أخبار الرياضات القتالية. كان معكم أمين، إلى اللقاء.